قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. الحمد لله كتاسرت واحد القوه اللي هي قوه خطيره نقدر نطير. السلام عليكم متابعي قناة ميديا ديزاد، خوتنا الكرام، جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة، معكم خوكم شرف الدين. في هذا الفيديو يا خوتي راح تسمعوا ما يقوله واحد المحلل التونسي عن أهم الفروقات بين الجيش الجزائري والجيش المغربي ومن هو الجيش الأقوى. يعني جابها لهم من الأخر هذا التونسي بإحصائيات دقيقة وأكد أن الجيش الجزائري الناطو يهابه، خصوصا لامتلاكه أقوى أسطول جوي في إفريقيا، وذلك باعتراف عديد المواقع المتخصصة في الشؤون العسكرية. شوفوا الفيديو خاوتي وأعرفوا من هو الجيش الأقوى. ما تنساوش كالعادة وصلوا الفيديو هذا 4000-5000 لايك، سكارف كل واحد يكره الجيش الجزائري. خليكم على الفيديو. موضوع حلقة اليوم هو حول أرقام جديدة لتسلح الجيش الوطني الشعبي الجزائري والجيش الملكي المغربي. أرقام جديدة، أرقام 21 ثم ميزانية 22 حتى نفهم أن الوضعية صعبة جدا في شمال أفريقيا. نعرف المتسلح الجيش الوطني الشعبي الجزائري كنا أكثر مرة هو ضد الحلف الأطلسي بالدليل الصخيصر 54 والأس 400 والأس 500 واسكندر والغواصات لمواجهة خاصة البحرية لمواجهة الحلف الأطلسي. لكن أيضا المغرب يعتقد أن الجزائر تشكل تهديدا عسكريا مباشرا فيتسلح، والأرقام ضخمة في الواقع. الأرقام يريدها موقع Global Firepower الخاص ب 2021 وبعد سنتي ميزانية 2022. الجيش الوطني الشعبي الجزائري يحتمل المرتبة الثانية إفريقيا بعد الجيش المصري. قلنا ربما من نوعية الأسلحة والناحية النوعية الجيش الجزائري أقوى، لأن الجيش الجزائري تسلم مثلا من سنوات الأس 400 من روسيا، الجيش المصري فقط الأس 300، أيضا الصخور 57 والطائرات المتقدمة أكثر تطورا عند الجزائر. إذا هو في المرتبة الثانية أفريقيا من أقوى الجيوش في أفريقيا. معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أيضا يذكر من جهته عبر تقرير سنوي أن واردة الأسلحة ما يسميهم للخصمين الإقليميين المغرب والجزائر شكلت مجتمعة 70% من إجمالي الواردات الإفريقية من الأسلحة الرئيسية بين 2016 و2020. نفس المصدر يقول أن الجزائر أكبر مستورد الأسلحة على مستوى القارة الإفريقية خلال فترة من 2016 إلى 2020 بنسبة 4.3% من إجمالي واردات الأسلحة العالمية، يليها المغرب بنسبة 0.9% ثم أنغولا، لا سؤال أدري ماذا أنغولا، بنسبة 0.5%. طبعا الجزائر مؤخرا عمل حلقات حول البحرية، حدثت أسطول البحري بسفن جديدة وتكنولوجيا متقدمة وغواصات، وتعامل مع بين روسيا أيضا والصين. في 2021 حسب جلوبال فاير باور الجيش الجزائري يحتل المرتبة 27 عالميا من أصل 140 جيشا في العالم، بينما يحتل نظير المغرب المرتبة 53 في الترتيب العالمي. الجزائر 27 عالميا والمغرب 53 عالميا. شوفوا الفرق، يعني تقريبا الفرق كبير جدا في الواقع. وحسب الموقع نفسه القوات البرية الجزائرية تمتلك 2024 دبابة و 7000 عربة مدرعة و 324 مدفع ذات الدفع و 396 مدفع ميدانيين و 300 قذيفة صواريخ. هذا من ناحية الجيش البري. لكن البحرية الجزائرية اللي تقوت، لأنه يمتلك الأسطول العسكري الجزائري وفق المصدر ذاته 200 وحدة بحرية، بما في ذلك 8 فقطات و 10 طرادات و 8 غواصات، عدد هائل كبير جدا من الغواصات و 65 زورق دوريات وكاسحة ألغام بحرية تام. وعطين في أكثر من حلقة شرحت لماذا الروس يعطونا أفضل ما عندهم، أفضل ما عندهم، أخ صيحة تكنولوجية عسكرية للجزائر وليس لغيرها، لأنهم يحبوا نعم يحاصروا الحلف الأطلسي عن طريق الضفة الجنوبية بحر المتوسط، لأن روسيا نفسها حصرت من حلف الناتو وصل لأوكرانيا على حدودها مستعدة للحرب ولغزو أوكرانيا. وبوتين كان واضحا تدخل أوكرانيا وتدخل الناتو أنا أتدخل عسكريا وأزحف على كييف، كان واضحا. في المقابل استراتيجية في خريطة العالم
بوتين خرج الكاجيبي وقال انا اعطي كل ما عندي وافضل ما عندي من السلاح للجزائر لحمايتها من ربيع عربي مزعوم ومن نجمة أطلسية، ونجمة أطلسية وقعت على ليبيا 2011، وقعت على العراق وغيره، وفي نفس الوقت أيضا لتهديد حلف الناتو عبر الضفة الجنوبية للأس 400 ستسيطر على شواطئ الضفة الجنوبية وقادرة فعلا على تهديد الناتو. بالتقارير كبيرة جدا وخطيرة تتحدث الناتو تتحدث عن مخاطر القوة الجوية وخاصة الدفاع الجوي الجزائري. الآن ميزانية 2022 استعداد واحنا نغلق الآن قريبا نغلق سنة 2021 نشوف ميزانية المغرب وميزانية الجزائر للتسلح سنة 2022 حسب القانون المالي المغربي لسنة 2022 فقد ارتفعت ميزانية الوزارة المنتدبة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالدفاع الوطني هذا اسمه من باش نعطيها بالدولار باش باليورو باش نعطيها بالدرهم باش ما نضيعوش من ما يقارب 10.5 مليار يورو الى 11 مليار فاصل 52 مليون يورو في ميزانيه السنه الماليه في 2022 وذلك بعد ان اقر هذا المبلغ في قانون الماليه الحالي الذي صدق عليه مؤخرا. ميزانيه الدفاع المغربيه فاقت الدفاع الوطني المغربي فاقت جميع الوزارات والمؤسسات. اتحلت وزارة الداخلية الثانية تليها وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ثم وزارة الاقتصاد والمالية إلى آخره. يعني وزارة الدفاع المغربية والجيش أخذ أفضل وأكبر شيء في ميزانية الدولة لسنة 2022. الجزائر قامت بتجديد العتاد في 2021 يعني المتمثل في ضخ المزيد من الاموال في ميزانيه الدفاع فعلا في قانون ماليتها تو هذا قانون ماليه الجزائر سنه 2022 عن زياده ميزانيتها العسكريه بقيمه 700 مليون يورو لعام 2022 بالمقارنه مع عام 2021 وهو ما يعادل زياده بنسبه 7.8% مقارنه بعام 2021 لتصل الى اكثر من 9700 مليون يورو يعني 9 مليارات و7 يورو. طبعا تمويل الجيش الوطني الشعب الجزائري عسكريا الاولى هي روسيا عملنا اكثر حلقه ب 67% راهي تمس القطاعات الاساسيه يعني الطيران الهجومي والبحريه والغواصات والمضادات الجويه 67% الصين 13% كي تزيدوها الصين 67-70 تولي بين روسيا والصين 80% 80% اغلبية روسيا الصين قتل 20% تتوزع على دول كثيرة أهمها ألمانيا بنسبة تقدر ب 11% تعرف ألمانيا جيش وطن الشعب الجزائري يصنع العربات المرسيدس العسكرية والمصفحات إلى آخره محليا عن طريق الصناعة يعني التركيب المحلي. صحيفة ديفانسا الإسبانية المتخصصة في السلاح تقول ثم تنامي اهتمام كبير جدا بنوعية الأسلحة لدى الجيش الوطني الشعب الجزائري يعني ليس فقط الكم وإنما الكيفية وذكرت هذه نفس الصحيفة ديفانسا يعني يبدو باللغة الإسبانية تعني الدفاع أن قدرات الجيش الجزائري تعززت بأسلحة هجومية استراتيجية كصواريخ اسكندر التي تعتبر أقوى صاروخ تكتيكي في العالم. اسكندر هذا حسب ديفانسا الإسبانية يعتبر أقوى صاروخ تكتيكي في العالم أكثر حتى من الصواريخ الأمريكية إضافة إلى دبابات تي 90 عملنا حلقة ومنظومة صواريخ بانسير من الأسلحة المتطورة والحديثة التي دخلت الخدمة في الجيش الروسي فقط منذ عام 2020 يعني 2020 تدخل الجيش الروسي تمر مباشرة للجيش الجزائري. كذلك اقتنت الجزائر غواصات قادرة على الضرب من قاع البحر من قاع بحر الأبيض المتوسط تستطيع أن تضرب أي مكان في البحر الأبيض المتوسط بما فيه تل أبيب. إذن هذه الأرقام الجديدة سنة 2021 وأرقام 2022 أردت أن أحينها. طبعا نحن لا نتمنى أبدا وأستبعد شخصيا ذلك حرب مواجهة كبرى عطيت حوارات حتى وسائل الإعلام الأجنبية بين المغرب والجزائر لكن ثم استعداد عسكري كبير جدا أنا لاحظت حتى المغرب يريد أن يتدارك
التفوق الجزائري، لكن كما قلت في الحلقة الروس والجزائريين مهتمين أكثر بالتصدي لحلف الناتو لحلف الأطلسي حتى لا يتكرر بإذن الله إنزال سيدي فرج، حتى لا يتكرر بإذن الله إنزال سيدي فرج. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.